احكي لنا شوية عن برج القوس. برج القوس برج جميل، انا بحبه قوي. هو من الابراج الناريه، وهو بيبتدي من 20 نوفمبر يخلص 21 ديسمبر، وهو يعتبر البرج الوحيد اللي بيحكمه كوكب المشترى. من كوكب المشترى عاده في ابراج دايما بتتشارك في كوكب، هو مستقل بالمشترى، والمشترى ده كوكب الحظ اللي هو جوبيتر. عشان كده بنقول ان اصحاب برج القوس ايه محظوظين محظوظين.